المزيد إذا مشاهدينا بشأن دفع إيران بميليشياتها الموالية لها في العراق، من العراق إلى سوريا، وما أهداف ذلك. معنا هاتفيا من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. مرحبا بك سيد العقيد حاتم. إذا وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات الموالية لإيران من العراق عبر البو كمال، كيف تقرأ توقيت ذلك؟ سلامي لك أستاذي الكريم والأستاذ المشاهدين. الحقيقة تدفق الآن من آليات من جهة العراق عبر القائم البوكمال إلى مدينة البوكمال، يعني ليس بالتهويل الذي نسمعه، العدد متواضع جدا، ولا يخرج عن كون أن إيران استغلت انشغال روسيا الى جهه مما جعلها تزيد عدد العناصر السيارة تدخل في العراقية الان بعدد اقل مما يعني نعتبره يصل الى مستوى تعزيز القوات. هذا ما يحصل على معبر البوكمال، وهذا طبيعي أن إيران تحاول دائما يعني عرفنا أنها تستغل أي ظرف وتنتهز أي فرصة لتعرض ميليشياتها الذين يقتلون في سوريا. نعم، يعني ما الأهداف برأيك التي من أجلها دفع بهذه التعزيزات إلى مطار التيفور؟ ما الأهداف الإيرانية لنقل؟ طبعا بالنسبة لمطار التيفور بالذات، مطار التيفور أول يعني أقرب طريق بالنسبة لإيران هو طريق البوكمال البادية تدمر التيفور، يعني هذا الطريق الأقرب والأثمن، ولا يعني المطار التيفور هو المطار الذي لا يزال عبارة عن قاعدة كاملة لإيران، وخاصة أو تجمع فيه الطائرات المسيرة التي تأتيها كقطع من إيران وتعتبرها نقطة انطلاق لهذه الطائرات. الحصار الروسي الذي نشاهده على الأرض التطبيق على الإيرانيين في البادية ومنطقة البوكمال يجعل إيران تلتف بأساليب أن تدخل السيارات بنمر عراقية أو إلى آخره، ولكن يعني أؤكد على أن الأهالي أكدوا لنا أن الأعداد ليست بالكثافة التي يعني نتصورها. الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لك.